واحدة، وهو حال الدولة الواحدة، وهذه لن تكون حال ستدفع باتجاه. التصريحات العنصرية التحريضية الاستفزازية التي أطلقها وزير في الحكومة الإسرائيلية، وإطلاق هذه التصريحات على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضم المملكة الأردنية الهاشمية، هذه تصريحات ومواقف وتصرفات تحريضية عنصرية تعكس فكرا إقصائيا عنصريا متطرفا، أكدنا إدانته واستنكاره ورفضه، وتواصلنا مع المجتمع الدولي لإبراز خطورة مثل هذا الفكر الإقصائي العنصري التحريضي وانعكاساته على ليس فقط العملية السلمية ولكن ما يرسله من رسالة حول خطورة هذا الفكر العنصري المتطرف. تصريحات تحريضية عنصرية لشخص لن تنال من الأردن، لن تنال من ثقتنا بأنفسنا، لن تنال من موقعنا، ولن تنال أيضا من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق التاريخية في وطنه وفي دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. بالأمس كان هناك اتصالات عديدة من مسؤولين إسرائيليين أكدوا فيها أن إسرائيل ملتزمة اتفاقية السلام مع المملكة الأردنية الهاشمية، أن إسرائيل تحترم بالمطلق وبالكامل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها، وتثمن وتقدر الدور الأردني. كنا واضحين بأن ما بدر من هذا الشخص كلام عنصري تحريضي نرفضه لا نقبله، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تقول بشكل واضح بأن كلام هذا الوزير لا يمثلها. رأيت التصريحات التي أصدروها والتي أشارت إلى موقف الحكومة الإسرائيلية، لكننا مستمرون في العمل، نتابع هذا الموضوع، نتخذ الخطوات التي تلزم من أجل إيصال الرسالة واتخاذ الموقف الواضح.